استخدام تقنية جروسيس واتر بوكس في عملية إعادة بعث مشروع السد الأخضر بولاية عامة. التقنية تساعد في نمو الأشجار بالمناطق الجافة، خاصة وأنها أثبتت نجاعتها في عدد من الدول. فيما يخص هذه التقنية، تعتمد أساسا على توفير المياه للنبات واقتصاد المياه من أجل عدم تضييعها. فيما يخص تاني تبخر المياه، فيه تقنية جديدة من أجل المتابعة إن شاء الله، وإذا مدت إن شاء الله هي مدت في عدة دول، مدت نتائج جد إيجابية. العملية تم تخصيص لها حوالي 175 ألف هكتار بمنطقة الجل ببلدية عسلة، وبميزانية قدرت ب 80 مليار سنتيم كمرحلة أولى. وإحنا الولاية تاعنا عندنا مساحة معتبرة حوالي 175 ألف هكتار، تم تخصيصها كمرحلة أولى 80 مليار سنتيم اللي راهي في عدة بلديات، ومن هذه بلدية عسلة. إحنا اليوم في الزيارة تاعنا الميدانية على كل حال تشجيع للمتابعة والمرافقة تاع هذا المشروع اللي مديرية محافظة الغابات تشرف عليه، وعطينا بعض التوجيهات والتعليمات، ومنها أول شيء هو الصيانة، هي المتابعة تاع هذا المشروع. مشروع السد الأخضر، وبعد إعطاء رئيس الجمهورية إشارة انطلاق البرنامج من ولاية الجلفة، يحظى المشروع بعناية تامة من طرف السلطات المحلية لتجسيده على أكمل وجه.